البنات كي دايرين لاباس عليكم بخير اموركم هانيه كنتمنى كاملين تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله لاول مره كيشوف هذه القناه اللي راها يعني اون جينيرال يعني فيها كل شيء فيها فلوغات فيها يعني اي حاجه غادي نديرها في هذه القناه يعني ما غاداش في واحد الاتجاه واحد باش هكا يعني كاين اللي كتعجبو هذه كاين اللي كتعجبو هذه كاين اللي كتعجبو هذه وكل واحد والذوق ديالو. المهم الخوت اللي اول مره كيشوف القناه ديالي ما تنساوش الاشتراك ضروري ديروا الاشتراك وفعلوا ديك الجرس وديروا دينات باش هكا يوصلكم كاع الجديد ديالي وكذلك لي لايك وتعاليق باش نعرف شكون اللي تزاد معايا جديد وشكون اللي مازال معايا جديد. وهنا كنقول للناس الجداد مرحبا بكم والف مرحبا بالانضمام ديالكم للعائله ديالي وكذلك الناس القدام كنقول لكم شكرا بزاف من القلب الخالص شكرا بزاف والله يسهل على كل وحده وكل واحد هنا معايا في القناه واللي كيشاهدني واللي كيدعمني بلي لايك وبتعاليق زوينه الله يسهل عليكم كاملين. المهم انا هانتوما كيما باقا بجلات. المهم ما علينا جيت نشارك معكم واحد المشتريات خديته مع عاوتاني من المحل ديال الخمسة دراهم. الصراحه ديما كيجيب الجديد كيجيب شي حاجه اللي زوينه بزاف. المهم البنات نخلي لكم شي حوايج جابهم ندخل عنده الستاتي في الواتساب وغادي ندخل في عنده فيسبوك شي حوايج انا نسيت ما صورتهمش انا كتعدو مشاو ليا بالي راه صورت لكم فيديو والله حتى مشى ليا دابا حتى جيت نهضر عاد تفكرت ماشي مشكل مره اخرى ان شاء الله. المهم شي حوايج جابو من جداد زوينين بزاف والصراحه رخاص بزاف ما عرفتش واش نلقاهم عنده في الباج ولا لا. المهم انا نقول له يصيفطهم ليا هنا باش نعاود نديرهم لكم في هذا نعاود نديرهم لكم في الفيديو اما تصاور اما فيديو يعني اللي صيفط لي ماشي مشكل. المهم شنو بغيت نقول لكم جاب لاباراي ديال لاسير اللي كتكون يعني كتذوبوها كديروا فيها لاسير ديالكم كدو. شنو اخر جاب لاباراي ديال الحمام البخار اللي عندي بحالها راه ديجا دايره بها انا سوان دو فيساج. جاب بروس ديال النيتواياج جاب هذيك البروس الاخرى اللي كدور اللي عندي بحالها اللي دايره هكا وكتبقى دور يعني بروس وجاب هذيك فوريو اللي دايرك بحال هكا وكتبقاي توصلي بها حتى هي وجهك. جاب بزاف د الحوايج. المهم غادي نشارك معكم طبيعه الحال لا انا نقول له صيفط لي التصاور ويصيفط لي اما التصاور اما فيديو اللي صيفطو غادي نديرو لكم هنا وكذلك نخلي لكم النمره ديالو هنايا وغادي نخلي لكم النمره ديالو لتحت. انا ما كندير له لا اشعار لا حتى شي حاجه استغفر الله فقط يعني كيتعامل مزيان الدري الصراحه كيتعامل مزيان عنده برودويات زوينين يعني في متناول اي واحد يقدر يشريهم يعني المعامله ديالهم زوينه نقيه يعني محترمه كي بزاف الحوايج كيعطيك ليهم الخاطر يوريك هادي شنو جاب شنو جاب هادي شنو الجديد شنو هادي. مهم الصراحة هاد الشيء علاش أنا باش كنهضر عليه وكنتقدم عنده هذا لا غير يعني ما يعني راه ما مخلصني من حتى شي حاجة يعني راه يعني أنا كنبغي نهضر عليه فقط. المهم غادي نوريكم شنو خديت حيت شحال من وحدة كدوز كتسولني على شي حاجة وكتلقاها هي بثمن خر وأنا كناخدها بثمن يعني مهم قل منها بالنص ديما بالنص ولا أكثر. بسم الله هانتوها. بالنسبة شنو خديت نبداو بهادو اللي شفتهم عندي ديجا هما هادو هما هادو هادو خديتهم بخمسة ديال الدراهم زوينين الصراحة راه كنبقى غير ديشي ولكن المهم أجابو هادو. نمشيو هذه هي الكولا اللي كنت هضرت لكم عليها اللي كتلصق بالدفار وزوينه بزاف الصراحه انا تقلبت فيها واحد المره يعني قبل ما نكون كنعرف هذا الدري هذا اللي كيبيع هادو
خديتها ب10 ديال الدراهم. هذه ديالك بحال الصباغه، ما كطيهي لا كولا، ما كتخرج لك كولا في الجناب. بالنسبه للناس اللي يلاه كيتعلموا يلا سقط الضفر ما حتى شي حاجه، فقط كتشديها اما كتصبغي الضفر اللي غادي يعني هاد الضفر كتصبغيه من تحت شويه وكتلصقي، اما كدوزي على صبعك حيت راه في كلتا الحالتين راه كتلصق الكولا ما بين الضفر وما بين الضفر وما بين الضفر الاصطناعي والضفر الطبيعي. يعني راه في كلتا الحالتين اللي كتجي كتقول لك لا راه ماشي طبيعي انك تشدي الكولا وديريها في الضفر ديالك اختي، ومن انا كنلصق الضفر شنو كيلصق ما بين الضفر الاصطناعي والضفر ديالي؟ راه الكولا الاصطناعي بطبيعة الحال. المهم كتشدوها كدوزوها عادي كي الصباغه خفيفه وكتلصقي هنا، وكتضيعي لا الصباغه لا حتى شي حاجه، وكيجوك زوينين ما كيخرجش هذاك الشيء في الجانب. انا غنحلها لكم علاش لا، ها هي راه دايره 10 ديال الدراهم، هي دايره غير 5 ديال الدراهم عندي. صراحه راه درت لكم فيديو قبل الشوكولات. راه دايره عنده فيديو قبل، دخلوا شوفوا شنو عنده. وراه ديما كيجيب الجديد، انا كنمشي ولكن ما بقيتش نصور، ان شاء الله يعني لا جاب شي حاجه هكا راه نصورها لكم. مشيت تقديت راه غادي نعاود نصور لكم شنو جاب الجديد. جاب شي حاجه زوينه الصراحه الجديد، غير الصراحه ما عنديش فلوس حاليا هذاك الشيء ومش شحال حاجه وخاصاني وما خديتهاش الصراحه، ما عنديش ما خديتش ماشي مشكل. المهم ها هي بسم الله، هانتوما هي راه خير حدا، يعني راه كي خديتها ب 10 درهم كي 5 درهم هي حدا. هانتوما هانتوما كي داير الشو بانسو ديالها ديال الصباغه هاكا هاكا ما كطيش هادي وهادي. حنا تفهمنا على الضفار، دابا غادي ندوزو للشفار. هادي يا البنات خديتها، قلت كناخد وحده ب20 درهم 25 درهم حتى ل 30 درهم، ومي كتلقيها رخيصه سيروا عند يعني مع دما ديال الماكياج، غير مي كتلقيها رخيصه كتلقيها ب20 درهم. هادي يا البنات هادي هادي كامله ب5 ديال الدراهم، وكاينين الخفاف كما قلت لكم انا ما عنديش الفلوس صراحه داك الشيء باش ما تقديش. اما انا الصراحه كنتقدى وكنحط عندي في الدار، يعني فين ما كنحتاج الحاجه كنلقاها، يعني ما كاينلاش كل مره يعني تخصني شي حاجه خصني نخرج وهذا، يعني كل شيء نلقاه حدايا، ولكن ماشي مشكل المره اخرى ان شاء الله. الصراحه كنهضر وكتبقى في واحد الحاجه ما خديتش ماشي مشكل. كاينين اخرين 6 بهم وهما خفاف، يعني غير الايام العاديه او شي خريجه هكا. هادو بالنسبه لكتي غدا معروضه ولا هذا ثقال. ها نتوما انا خديتهم على واحد المناسبه ان شاء الله حتى نشارك معكم داك النهار. صافي ها نتوما هما هادو 5 ديال الدراهم، وكاينين 6 ب5 ديال الدراهم، وكان كيجيب غير وحده ب5 دراهم، ولكن من لقى الجديد جاب هادو ب5 ديال الدراهم. كذلك هاد الكولا هادي لا يقول ماشي صحيه، راه حتى الناس اخرين كي ممكن كيخدموا لكم ثمن غالي و ماشي كاليت نجوم الاخر الصراحه. الدكار هادي راه انا مستعملاها ومستعملاها ومستعملاها ب5 ديال الدراهم. ها الصراحه لصقت زوين، بقات النهار كامل يومين، واخا كتغسلي وجهك وهذا كتبقى حتى كتحيدي، وكتقدري ترجعي هذوك الشفار للبواطه ديالهم من بعد تبقاي تستعمليهم. هدى بيوتي. دابا غادي ندوزو داكشي ديال لاصيغ. المهم كنت باغا نجرب معكم واحد الوصفه طبيعيه،
ولكن الصراحة ما عنديش الوقت أنني نبقى نخلط ونجلخ والروينة وداك الشيء. قلت علاش لا ما نشاركش معاكم غير ديال الشمع، من بعد ان شاء الله غادي نشارك معاكم الاخرى بطبيعة الحال الطبيعية. هذه ب10 ديال الدراهم، كاين اللي كيبيعها ب15 وكاين اللي كيبيعها ب13. هذه ب10 ديال الدراهم، اللي قال لك اكثر من 10 دراهم ما تاخديش من عنده. هذه ب10 ديال الدراهم، كاين اللي كيبيعها ب13 وكاين اللي كيبيعها ب12 وكاين اللي كيبيعها ب15. هذه ب10 البنات، هذه زوينه بزاف. من اول مره بديت كنخدم بلاسير دابا في 2013، في 2013 بديت كنخدم بلاسير، اول حاجه بديت بها هي هذه وبقيت عليها داوم يعني حياتي كامله وانا كنخدم بهذه. والصراحه زوينه، حي الوجه ديالكم ما تحيدوش بهذه ديال الشمع، وياكم راها صعيبه انك تجبدي صعيبه البنات. غادي ان شاء الله غادي نشارك معاكم، كانت خاصني لاباري الصراحه ديال الواكس هي ولكن ما خديتهاش، باقا ما خديتهاش، هي اللي ان شاء الله غادي نشري، وهي اللي قلت لكم راه جاب جديده الدري. الصراحه ما عرفتش شحال قال لي الثمن ديالها، 110 يمكن، 110 ديال الدراهم يمكن ولا 120، المهم دابا نشوف ما عرفتش شحال بالضبط، 110 ولا 120، 120 درهم يمكن قال لي هذيك ديال الواتس. يعني هذيك زوينه، هذيك المناطق الحساسه للوجه تقدري تستعملها حتى اليدين حتى هي زوينه. انا عندي لاباري ديالي هادي المهم 7 سنين وانا كنخدم لاباري شريتها هي، وهادي هي اللي كنستعمل، بقيت عليها هي اللي كنستعمل. او لي بونت، هاد لي بونت هادو كنت كناخذ البنات داك الرولو الكبير داير كير رويضه، هذا كنت كناخذو ب20 درهم، ولكن مع المده ما بقاتش الكاليتي ديالو زوينه. يعني كتجي دابا بحال مثلا درتي لاستيغ وكتجي كتبغي تحيدي كيبقى تابعك بحال لاستيك وكيضرك وما كيحيدش لك الزغب بصفه نهائيه. دابا بحال هكا درت لي بوند وكنبغي نحيد كتبقى كتبقى تجبد هي كتولي كتير هذيك لي بوند، صافي ما بقيتش خديتها. المره الاولى المره الثانيه خرجت فيها الديفو، صافي اضطريت ان تخيلوا رولو على كملو كيمشي لك فالسو، صافي ما بقيتش خديتها. الصراحه هذيك زوينه، مثلا اللي بغي اللي مشيتي عنده وبغى يحل ديك البلاستيكه وقطع ليه وتجربيها، ومره اخرى تجي تمشي تاخدي هذيك النيت يخليها لك. ولكن دابا ما قليل يعني لا كنتي كليانه ديالهم عادي يديروا معاك هكا، ولكن حتى هما ولا الصراحه تيقول لك راه كيجي فيها الديف وما يقدرش يحلها لك ويطيح. هادشي اللي كاين. هادي البنات خديتها ب10 ديال الدراهم، كاينه ديال 20 درهم ما عرفتش شحال فيها، يمكن فيها 100. المهم هادي ب10 ديال الدراهم، يعني كيحلها يبيعها لك بالوحده كيبيعها بهذه. لا هادي البنات بحال حيدت عليا 15 درهم، كون خديتها بالديطاي كنت ناخذها ب10 ديال، كنت ناخذها ب25 درهم، ولكن من خديتها ماشي ديطاي تقامت عليا ب10 ديال الدراهم. شنو بقى ليا؟ المهم خديت هاد الكلوس، هذا بغيت واحد اللون بلوك، ها هو خديته، سمحوا لي ما وريتوش لكم، جيت وانا بدا نستعمل، خديته ب5 ديال الدراهم. نيود هودا بيوتي، ها هو شو اللون ديالو كداير قرونه، خديته على ود داك المناسبه النيت، هانتوما هذا 5 ديال الدراهم. وعجبتني الصراحه واحد الحاجه وقلت نشربها علاش لا، الروائح ديال المدن الله على ريحه زوينه بزاف، ها هي ديطاي صراحه راه ماشي حتى الثمن ديال القرعه ديالها وحق الله لكن ماشي مشكل. هانتو هادي عرفتي الريحه ديالها قسما بالله تفن عجبتني،
يلاه جربت الاولى الثانيه عجبتني هذه، ما قاصحاش بزاف وما خففاش بزاف، حيت دابا نتوما راكم عارفين حنا فصل الخريف، خاص شي حاجه تكون موين، يعني ما دخلش البرد ما تاخديش حاجه قاصحه، من الاحسن غير هكا موين حسن، ما خفيفاش وما قاصحاش. هذه خديتها 10 درهم طبيعة الحال، كيجيب ديال المدني، كتختاري اي حاجه يعني اي ريحه بغيتي، وكت يعني كيعبر لك فيها، كاينه 10 ديطاي ديال 10 وديال 20. كنقول البنات هنا تقدري تشري خفيفه قاصحه هكا 10 درهم 10 درهم 10 درهم وحطهم. انا غنستعملها، عجبتني، وانا مش اول مره الصراحه كناخذ ديطاي، غير انني كنت كناخذها ب 20 درهم، دابا ب 10 درهم، يعني مش اول مره كناخذ هادشي ديال الديطاي، الصراحه زوينه بزاف. وهنا كنقول لكم صبحوا لي بزاف، نسيت راسي تبانت لي 16 دقيقه. هنا كنقول لكم صبحوا لي بزاف، طولت عليكم في الفيديو، شكرا بزاف على المتابعه، وشكرا لكم بزاف، وكنحماق عليكم كاملين، وشكرا على الدعم. وهنا كنقول لكم فيديو اخر ان شاء الله. يلا السلام عليكم، سمحوا لي والله عرفت فاش تقيت كنهضر كنتعاود، المهم بقيت جالسه كنهضر كنتعاود، نسيت راساتي حيتاش المهم ما علينا، يعني كنسى راساتي، يعني جالسه كنهضر معكم بحال اللي كنهضر مع عائلتي. المهم شكرا لكم بزاف على الدعم، والله يسهل على كل وحده وعلى كل واحد متابعني، وشكرا بزاف 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 بزاف. يلا بسلام عليكم، فيديو واحد اخر ان شاء الله، تسناو غادي ندير لكم فيديو على لاسير، وندير لكم فيديو على لاسير وكذلك الماسكرا طبيعه الحال ديما، وغادي نهضر لكم واش انا كنخربق عليكم في لي ماسك ولا لا. المهم كل شيء غادي نحط لكم هذاك الشيء بشوي بشوي ان شاء الله في القناه، تعرفوا عليا اكثر ان شاء الله. يلا احبابي بسلام عليكم، وسمحوا لي طولت عليكم بزاف، سلام سلام سلام.